بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي مجدداً أعزائي الطلبة في توضيح وشرح ماداتنا لمقرر فيز 102 في التعليم الثانوي، فيز 812 للتعليم الفني والمهني. وبنتابع حديثنا بالفصل الرابع، ونتناول في درس اليوم استخدام قوانين نيوتن. في مادتنا اللي بنعرضها اليوم نبي نتعرف على قانون نيوتن الأول، ونوضح مفهوم الوزن الظاهري وكيفية حساب الوزن الظاهري، ثم نحل مسائل على قوانين نيوتن في حسابات الوزن الظاهري اللي بنشرحهم. أولاً، في الحديث عن قانون نيوتن الأول، هذا القانون من قوانين الحركة المهمة، وينص على أن الجسم الساكن يبقى ساكن، والمتحرك بسرعة منتظمة يبقى بسرعته المنتظمة ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته الحركية. فبالتالي إذا الجسم لا تؤثر في قوة تؤثر في حركة الجسم وحالته الحركية، سيحافظ على وضعه الحركي. اللي ساكن بتم ساكن، واللي متحرك بيبقى متحرك. ولذلك هذا الشكل اللي أمامي يختصر بأنه الأشياء بشكل عام تحب أن تبقى على ما هي عليه. ولهذا يتعارف عادة على قانون نيوتن الأول بتسميته قانون القصور الذاتي. والقصور الذاتي كمفهوم فيزيائي يعرف على أنه ممانعة الجسم في التغيير من حالته الحركية. الجسم ما يبي يغير وضعه الحركي، اللي ساكن يبي يظل ساكن. هذه الخاصية للأجسام تسمى خاصية القصور الذاتي. وتلاحظ في هذه الرسم اللي أنا وضعتها إنه الشخص على دراجة متحرك وماشي، ترى جسم الشخص له نفس سرعة الدراجة لأنه جزء من النظام. لهذا إذا اصطدمت الدراجة بعائق أو توقفت الدراجة بشكل مفاجئ، جسم الشخص يبي يواصل الاندفاع، وهذا هو ما يسبب سقوط الشخص واندفاعه للأمام، لأنه الجسم كان متحرك ويبي يواصل الحركة اللي كان عليها. وبالتالي نجد أن الجسم المتحرك يبقى على الوضع الحركي، يبقى على الوضع الحركي، وذلك بحسب قانون القصور الذاتي. وهذا تعليل عزيزي الطالب لاندفاع جسم السائق للأمام عند توقف السيارة بشكل مفاجئ. فسائق داخل السيارة إذا صار بريك أو اصطدم بحاجز، جسم السائق بيطلع يندفع للأمام نتيجة القصور الذاتي. ولهذا عزيزي الطالب بتلاحظ بأنه من وسائل الحماية في السيارات يحطون الإيرباك لتخفيف الاصطدام الناتج عن اندفاع جسم السائق للأمام. وأيضا في تعليمات إدارة المرور ينبه السواقين التزام بوضع حزام الأمان. هو حزام الأمان لأجل أن يمسك في جسم السائق عند حدوث توقف مفاجئ، بدل ما يندفع للأمام ويصطدم في جسم السيارة. هذا يسبب كما تلاحظ في الرسم اللي أمامي، إدارة المرور تشترط علينا ربط الأحزمة بسبب تحرك السيارة. التعليل في هذه الملاحظة لو واحد سألك، طبعا لأن الجسم إذا ما كان فيه حزام الأمان يواصل الاندفاع في حال التوقف المفاجئ للسيارة. ونكون منتبهين، هذا التوضيح اللي أمامك نفس العملية اللي شرحناها، جسم على دراجة كلهم نظام واحد. إذا الجسم توقف لسبب ما، لاحظ أن جسم الشخص سيواصل الحركة. وهذه هي ملخص فكرة القصور الذاتي. من شروط الاتزان للجسم أن الجسم إذا كان متزن لا يكون له تسارع، ولذلك يوصف بأن هذا الجسم اللي معانا في حالة اتزان.
وهناك الاتزان في حالتين، إما أن يكون الجسم ساكن وبالتالي سرعته تساوي صفر، إذا السرعة صفر يعني التسارع يساوي صفر. الحالة الثانية يكون الجسم في حال اتزان ولكنه ليس ساكنا، يكون متحرك، ولكن بشرط، انتبه إلى الشرط، أن الحركة بسرعة منتظمة، وبالتالي ما دام سرعة منتظمة إذن التسارع يساوي صفر كنتيجة لذلك. إذن هذه عزيز الطالب شروط الاتزان، وهذه كفيزياء وبعلم الفيزياء يصنف إلى اتزان سكوني واتزان حركي، وبتتعرف على تفاصيلها أكثر في مقرر فيز 210 بإذن الله في المقرر القادم. هذا الوصف لاتزان الجسم يعطيني شرط بأنه أي جسم متزن في الدنيا يجب أن تكون محصلة القوة المؤثرة عليه صفر ومجموعة القوة الناتجة صفر. ولذلك إذا بنطبق إحنا قانون نيوتن الثاني اللي تعلمناه في الحصة الماضية، F تساوي M في A، طيب إذا الA بصفر عسى الكتلة M قيمتها مليون بيطلع القوة الناتجة عندي تساوي صفر، وهو شرط الاتزان للأجسام. هذا جسم معلق أمامك، هذا الجسم المعلق طالع الجسم، هل هو في تسارع؟ لا. هل متحرك؟ لا. إذن في حال سكون. هذا الجسم المعلق أمامك في حالة سكون. إذن بسأل هذا الجسم وش القوة اللي قاعدة تأثر عليه؟ كمخطط جسم حر بشوف ترى يأثر عليه وزنه للأسفل وميودة الخيط، وقوة اللي في الخيط قلنا قوة شد FT، هذه مساوية لهذه القوة، إذن تطلع نتيجة القوة بالكامل تساوي صفر. ما دام نتيجة القوة تساوي صفر إذن قراري أن هذا الجسم اللي أمامي هو في حالة اتزان ويوصف بأنه جسم متزن. هذا الشكل أيضا نفس الفكرة عزيز الطالب، كتاب موضوع على الطاولة لا راح يمين ولا يسار ولا تحرك فيوصف بأنه في حالة اتزان. ولو سألتك شنو القوة اللي تأثر على هذا الكتاب اللي أمامك، تجد بأن هذا الكتاب تؤثر به الجاذبية بقوة تأثير للأسفل، والطاولة تتحمل الكتاب بقوة للأعلى، عمودية قوتين متساويتين، مجموع القوة كاملة يساوي صفر. إذن بقول الكتاب اللي أمامي في حالة اتزان وينطبق عليه شرط الاتزان. الآن عزيز الطالب لما بتكلم عن وزن الجسم، وهذا شرحته في الحصة الماضية، وذكرت لكم بأن الوزن هو عبارة عن قوة جذب الأرض للجسم، فأنت إذا وقفت على ميزان بتتوزن، وقوفك على الميزان، وهذه الرسمة في كتابكم وموضحينها لكم، إذا أنت وقفت على الميزان ستؤثر للأسفل بقوة الوزن أو القوة الجاذبية. زين بالمقابل الميزان قاعد يشيلك أنت ويتحمل بك، سيؤثر الميزان فيك بقوة للأعلى، هذيلا قوتين متماثلتين، وبالتالي وش كثر عطاني وزن للأسفل يكون قراءة الميزان للأعلى، وبالتالي هذه القوة التي يؤثر بها الميزان هي التي تعرف بالوزن اللي احنا نقيسه ونحسبه ونتعامل معه. في قراءتنا لمفهوم الوزن أذكرك عزيزي الطالب أن الوزن قوة، ولذلك وحدة قياس الوزن نيوتن وليست كيلوغرام كما هو متعارف بالحياة العامة اللي نعيشها، والله وزني 50 كيلوغرام، وزني 60 كيلوغرام، هذه كتلتك 50 كيلوغرام، ولكن الوزن يقاس بوحدة نيوتن بينما الكتلة تقاس بوحدة الكيلوغرام. في شرح فكرة الوزن الظاهري، هذه القراءة للوزن الظاهري أو الـ virtual weight، وزن ظاهري بالنسبة لإحساسك أنت إذا كنت داخل مصعد، وتلاحظ عزيزي الطالب شعورك بهذه الحالة
إذا المصعد يروح في اتجاه الأعلى وبتسارع تشعر بثقل وزنك، وإن وزنك أكبر. وبالمقابل لو كان المصعد في الدور العاشر ابتدى يتسارع لأسفل تحس وزنك أخف، وزنك خفيف. ترى هو فعليا وزنك لم يتغير شيء عليه، ولكن هذا التغير ظاهري بسبب تسارع حركة المصعد للأعلى أو للأسفل، أو تباطؤ المصعد لأعلى أو لأسفل. ولذلك عزيزي الطالب وضحت لك بأنه لو كنت على ميزان داخل المصعد والمصعد كان ساكن ما يتحرك المصعد، ستكون قراءة الميزان مطابقة لوزنك الحقيقي تماما، لأنه ما في تسارع خارجي يؤثر على الميزان. أو حتى مو ساكن المصعد، لو ماشي بسرعة منتظمة، سرعة منتظمة يعني ما في تسارع، فستكون قراءة الوزن الحقيقي في هذه الحالة. والوزن الحقيقي شلون أطلع؟ نفس ما تدربنا في الحصة الماضية، يحسب الوزن الحقيقي بضرب الكتلة في تسارع الجاذبية أم في جي. أما إذا كان المصعد في حال تسارع هنا بيختلف الوضع، وسيكون قراءة للميزان تختلف عن الوزن الحقيقي. هذا الوزن اللي راح يقرأ الميزان مختلف عن الوزن الحقيقي، ولهذا يسمى بالوزن الظاهري. فالوزن الظاهري كتعريف يعرف بأنه القوة التي يؤثر بها الميزان، قوة تأثير الميزان هي الوزن الظاهري. قانون حساب الميزان وحساب الوزن الظاهري لما يكون الميزان في المصعد، إذا تعاملنا مع الميزان اللي في المصعد بنحصل على الوزن الظاهر. أرجوك تركز معي في هذه المعادلة اللي وضعتها بصيغة تختصر عليك حفظ 5 معادلات. قانون حساب الوزن الظاهري أو قراءة الميزان يعطيني F ميزان، وهذه تعني قراءة الميزان واللي هي نفسها بنسميها الوزن الظاهري. هذه القراءة للميزان أو الوزن الظاهري تساوي M في G زائد أو ناقص M في A. طيب نفهم المتغيرات اللي معي في هذا القانون. تجد أنه الأم هنا وهنا تعني كتلة الجسم، هذه الجي درسناها من قبل تمثل تسارع الجاذبية الأرضية، هذه الأي تعبر عن تسارع المصعد. وأرجوك عزيزي الطالب تنتبه وتكون على علم أن تسارع المصعد يكون بحالتين، إما أن يتسارع وإما أن يتباطأ. تسارع المصعد يعني زيادة بسرعته، تباطؤ المصعد يعني تناقص في سرعته. فإذا كان تسارع المصعد موجود في حالة تسارع ستعطي إشارة للأي بأنها موجبة، وإذا كان المصعد اللي معانا في حالة تباطؤ، طبعا تباطؤ للأعلى أو تباطؤ للأسفل، لأنه ممكن المصعد وصل الدور فوق وبيوقف تباطؤ، أو وصل الدور الأرضي وبيوقف تباطؤ، فالتباطؤ قد يكون لأعلى أو أسفل. فإذا كان تباطؤ ستكون الإشارة للأي سالبة. أما إشارة المعادلة زائد ونقص، بنأخذ معادلتنا بإشارة زائد عند وجود حركة المصعد لأعلى، وبإشارة سالب عند الحركة باتجاه الأسفل. فانتبه، لو كان الحركة للأسفل وبتباطؤ بتصير هذه سالب، والأي سالب بتصير سالب، السالب موجب. لو كان الحركة للأعلى موجب والتسارع سالب لأنه تباطؤ، فبتصير الزائد ناقص، بتتحول معادلتي إلى سالب. وهكذا كإجراء رياضي في معادلة
رياضية، ورح نثبت هذه المعلومة عند التطبيق. أنا وخليت مثال تدريب يوضح كل الحالات اللي بنتعرض لها في مسائلنا للحركة في المصعد. هذا الشكل اللي أمامك عزيز الطالب، لاحظ هنا المصعد في حال تسارع وليس سرعة ثابتة، في تسارع، وتسارع المصعد لأي صوب؟ للأعلى، وهذا ينتج قوة باتجاه التسارع. هنا الحالة الثانية، المصعد في حال تسارع بس وين؟ للأسفل. إذا بسأل أي السمكتين الاثنين ستعطي وزن أكبر في الميزان الموجود داخل المصعد؟ فكر عزيزي الطالب بناء على المعلومات اللي توني كنت أتكلم فيها عن الوزن الظاهري وتأثر هذا الوزن بتسارع المصعد. أي السمكات بيكون لها وزن أكثر؟ أحسنت في تفكيرك، ستجد بأن هذه الأسماك اللي عرضناهم اللي بتنزل بتسارع نحو الأسفل، هذه تسارع للأسفل سيكون لها وزن أقل. لاحظ هنا المقارنة بين قوة القراءة مالت الميزان، بينما اللي تتسارع للأعلى سيكون لها قراءة وزن أكبر لأنه في قوة ناتجة عن التسارع للأعلى. بنظرتنا للعمليات الحسابية نتابع التدريب رقم 1 أعزائي الطلبة، وأرجوك خلي ورقة أمامك وحاول تمشي بخطوات حل السؤال. أنا وضعت سؤالي وسجلت أن رهف وكتلتها 75 كيلو جرام. إذن أول ما بستنتج في هذا السؤال من معطيات أنه معانا كتلة، هذه الكتلة هي الأم، كتلة الجسم. طيب رهف تقف على ميزان داخل المصعد، المطلوب مني أوجد قراءة الميزان عندما. لاحظ عزيزي الطالب أنا خليت لك 7 حالات، هو في مثال بكتابنا، مثال جميل، حط لك حالة واحدة علشان تتدرب، ولكن أنا رأيت زيادة الحالات لتثبيت المعادلة الرياضية في ذهنك وتشوف الأمور أبسط من ما كنت متوقع. المطلوب الأول قراءة الميزان عندما يتسارع المصعد للأعلى بمعدل تسارع 2 متر لكل ثانية تربيع. إذن أرجوك انتبه، ما دام أنا بتحرك لأعلى ستكون معادلتي بالموجب، وما دام التسارع عندي وليس تباطؤ يعني الإيه تكون موجبة. هذا المطلوب الأول كإجراء لحل السؤال. أول شيء بكتب قانوني، ترى قراءة الميزان تساوي، بما أنه الحركة للأعلى فبختار أم جي زائد أم في أي. طيب هذه الأم كتلة الجسم الشخص 75، وقيمة الجي 9.8 زائد الكتلة 75، بما أنه المصعد تسارع يعني الأي موجبة، فهنا بتكون موجب 2. الناتج عندي هنا 735، وأرجوك انتبه ترى هذه الأم جي عزيز الطالب هي الوزن الحقيقي أم جي، فالوزن الحقيقي للجسم 735 نيوتن، ولكن الآن بتأتي زيادة، زيادة على الوزن 75 في الاثنين 150، فيكون قراءة الميزان الناتجة 885 نيوتن، وهذا ما تراه في إجابة الفرع الأول. أتمنى الحل مقنع لك عزيزي الطالب، وتكون تابعت رياضيا طريقة التعويض لوصولنا في إجابة هذا الفرع الأول. المطلوب الثاني في سؤالي هذا عن رهف الموجودة داخل المصعد، مطلوب إيجاد قراءة الميزان أو الوزن الظاهري عندما يتسارع المصعد للأسفل
عندما يتسارع المصعد ما دام قال لي للأسفل بستنتج ترى معادلتي باخذها بالسالب مثل ما أنا شرحت لك. وحركة المصعد هي تسارع وليس تباطؤ، يعني الاي بتكون موجبة، هذه الاي موجبة. ببدأ في كتابة قانوني، قراءة الميزان تساوي ام جي زائد ام في اي، اي ان قراءة الميزان تساوي ام في جي هي الوزن الحقيقي ذكرت واللي من شوي حسبناه وكانت 735 نيوتن زائد الكتلة ام. لاحظ هنا في معادلتي بنستخدم إشارة الناقص، ليش؟ لأن ذكرت أن حركة المصعد للأسفل، وبالتالي أعوض الكتلة 75 وتسارع المصعد وليس تباطؤ، إذن الاي موجبة، قيمة التسارع 2، هذا يعطيني 735 ناقص 150، 75 في 2 سينتج لدينا 585 نيوتن. لاحظ عزيزي الطالب هذا الوزن الظاهري اللي بيقرأه الميزان أقل من الوزن الحقيقي، إذن لما يتسارع المصعد لأسفل يكون الوزن الظاهري أقل من الحقيقي، لذلك أنت في داخل المصعد وهو نازل تحس نفسك أنت بتطيح أو أن وزنك خفيف فيكون أقل من الوزن الحقيقي. هذه إجابتنا للفرع الثاني واللي وجدناها أقل من الوزن الحقيقي. لاحظ الفرع الأول كانت أكبر من الوزن الحقيقي 885 بينما الحقيقي 735 نيوتن، هذه قيمة الاف جي الحقيقية. فالحالة الأولى كانت أكبر والحالة الثانية كانت أقل. الآن شوف عزيزي الطالب وفكر معاي أرجوك في المطلوب الثالث. المرة هذه أعطيتك تباطؤ في المصعد، ما دام تباطؤ يعني التسارع سيكون بالسالب. طيب تباطؤ لوين؟ للأعلى ولا للأسفل؟ تباطؤ للأعلى، ما دام للأعلى يعني معادلتي بالموجب ولا بالسالب؟ معادلتي بالموجب. وتجد تطبيق حل السؤال عزيزي الطالب، نكتب معادلتنا بأنه قراءة الميزان تساوي ام جي، بما انه للأعلى يعني زائد، وبما انه تباطؤ اترك انت المعادلة مثل ما هي ام في اي، بالتعويض الاي بنحط قيمتها سالبة. اذا بمتابعتي قراءة الميزان في هاي الحالة ام جي ذكرنا هي الوزن الحقيقي وحسبناها 735 وزائد لانه المصعد لاعلى، قيمة الكتلة 75 والتسارع سالب 2. ارجوك سالب تنتبه، ليش؟ لانه المصعد في حال تباطؤ. وينتج عندي 735، هذه 2 في 75 سالبة بتعطينا سالب 150 وينتج لنا 585 نيوتن. هذه الإجابة هي فعليا 585، لاحظ تكون أقل من الوزن الحقيقي. لذلك عزيزي الطالب اللي أرجو منك تنتبه في السؤال الرابع، الحركة يتباطأ المصعد للأسفل، ما دام أنه يتباطأ للأسفل يعني معادلتي بتكون بالسالب وقيمة التسارع راح تكون سالبة، تعوض وتجد الإجابة 885. الحالة الخامسة يتحرك المصعد لأعلى يعني معادلتي بالموجب وبسرعة 3 متر بير سكند، لاحظ هنا سرعة مو بتسارع، بما أنه سرعتي ثابتة على قيمة 3 متر بير سكند يعني التسارع بيساوي صفر، تسارع المصعد صفر يعني ستجد أن الوزن يساوي تماما نفس الوزن الحقيقي. في الحالة السادسة عزيزي توقف المصعد، ما دام توقف يعني السرعة صفر يعني التسارع بعد صفر، فتكون معادلتك
ملغي منها هذا الجزء وتساوي فقط تساوي لنا الوزن الحقيقي MG، ويكون معاي إجابتي لسؤالي في التوقف 735 نيوتن. الحالة 7 عزيز الطالب هي اللي بوضح لك قصتها. في حالة 7 ذكرت بأن المصعد ينقطع الحبل ويسقط بكل ما فيه، أصبح المصعد مالي في حالة سقوط حر. في حالة السقوط الحر عزيز الطالب تدرك أنه التسارع تماما يساوي جي، وبما أنه الحركة لأسفل معادلتي بالسالب، فتصبح عندي قراءة الميزان هي أم جي ناقص أم جي بعد، لأن القيمة مال التسارع إيه هي تماما تساوي جي. طيب أم جي ناقص الأم جي تساوي صفر، وهذا ما يسمى بانعدام الوزن، وهو ما يحدث أيضا في حالة رواد الفضاء عند عودتهم في مكوك الفضاء باتجاه الأرض، ويكون في حالة سقوط حر المكوك الفضائي فينعدم الوزن. وأكيد كلكم شفتوا وتابعتوا فيديوهات توضح انعدام الوزن لرواد الفضاء. هذا التعليل بأن تسارع الجسم هو نفس تسارع الجاذبية، فتكون الام جي ناقص الام جي تساوي لنا صفر. أتمنى بأنه تكون وصلتكم فكرة الحل. وفي هذا الجزء الأخير واللي بنهي درسنا فيه أنا وإنتوا أعزائي الطلبة، أبيك تتأمل الأشكال اللي بعرضها لك وتتوقع أنت ما هي حالة الحركة للمصعد. لذلك عزيز الطالب في هذا السؤال التدريبي اللي وضعته لك في نهاية حصتنا اليوم، تفكر معي لو سمحت، بما أن هذا الجسم يعطي قراءات مختلفة في الميزان داخل المصعد، توقعاتك لحركة المصعد. أولاً لاحظ أن هذا الوزن الحقيقي للشخص 700 نيوتن، قراءة الميزان قاعد يعطيني 700 نيوتن. توقعاتك لحركة الميزان اللي حركة المصعد آسف، صحيح تفكيرك صحيح. الحالة الثانية وزن الشخص 700 والميزان يقرأ 400، ما هي توقعاتك لحالة الحركة في المصعد؟ هنا الأولى قلنا إما أن يكون ساكن أو متحرك بسرعة منتظمة لأن الوزن الظاهري نفس الحقيقي. في الحالة الثانية لاحظ الوزن اللي قراءة الميزان 400 بينما الحقيقي 700، توقعاتك لحركة المصعد؟ تمام، هذه الحركة في المصعد قد يتسارع لأسفل أو يتباطأ للأعلى. تباطؤ للأعلى أو تسارع للأسفل يكون الوزن الظاهري أقل من الحقيقي. الحالة الثالثة عزيز الطالب لاحظ الوزن الحقيقي 700، قراءة الميزان 900، توقعاتك في حركة المصعد لاحظ الوزن الظاهري أكبر من الحقيقي. صحيح تفكيرك صحيح، لأنه شعورك بزيادة وزنك عند تسارع المصعد لأعلى يثبت بأنه الوزن الظاهري أكبر من الحقيقي، أو الاحتمال الثاني تباطؤ المصعد للأسفل. الحالة الأخيرة عزيز الطالب وزن الشخص 700، قراءة الميزان 0، ما قاعد يقرأ شيء الميزان. أبدعت في هذه الإجابة وتجد أن المصعد بحالة سقوط حر. أخيرا أتمنى بإني ساعدت في توضيح درسنا اليوم، وأشكركم على متابعتكم، وأمنياتي لكم بالتوفيق والتفوق دائما، ونلتقي مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله.